كتلة الصادقون اللي تمثل عصابة للحق في البرلمان يصفها التيار الصدري بكاذبون وليس بصادقون، يعني التيار الصدري وضعكم اكس ومربع، وبالتالي يعني كيف يمكن أن يتحاور معكم خاصة وأنه دعا إلى مناظرة؟ هذا يعني أنه لن يأتي إلى هذه المناظرة وإيدة فاضية، أكيد إيدة مليانة بمعلومات وتفاصيل قد تدينكم أنتم كعصائب وككتلة صادقون في البرلمان، ألا تخشون ذلك؟ واقعا اليوم التغريدات وما ينشر على صفحات التواصل من صفحة وزير القائد إلى آخره لم تمس فقط يعني كتلة صادقون، وإنما تجاوزت الكثير من الشخصيات والمسميات والثالث المشؤوم إلى آخره. هذا من لديه مشروع اليوم، من لديه مشروع وطني يتنازل. لذلك كانت هنالك تغريدة من سماحة السيد من سماحة الشيخ قيس الخزعلي يعني ردت بأنه نحن نتحمل ويعني نتجاوز هذه المسألة ولا نرد بالمثل. المهم من لديه يعني حل لهذه المشكلة فليأتي وليطرح، بعيدا عن المهاترات، بعيدا عن التجاوزات والمغالطات. لذلك نحن لا نريد الخوض بهذا، نحن ننظر نظرة بعيدة وهي مصلحة البلد. وهنالك يعني أطروحات كثيرة الآن قدمها الإطار إلى الفرقاء السياسيين للجلوس والحوار لإيجاد حل بعيدا عن هذه المتهاترات، لأنها قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. وبالتالي اليوم الإطار منفتح ويريد حل جذري لهذه المسألة. طيب إذا ما تمت المناظرة لا ينبثق من الإطار سلام. مرة يعني عفوا أكمل المرة، يكون ما دام هنالك أمم متحدة نعم. ترعى هذه الخطوات، ترعى الحل، فالإطار يريد يسمع لإجماع وطني، ليس هو المبادر. اليوم مو الإطار صاحب المبادرة، الإطار جزء من هذه المجموعة الوطنية.